قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إن الطائرات التي أنشأها مصمم الطائرات أوليغ أنطونوف هي عمل فني حقيقي، وبفضل قرارته الشجاعة وخياله الذي لا ينضب حلقت في السماء المئات من الطائرات. وفي الذكرى 112 لميلاد أنطونوف تعود إلى الأذهان العديد من الأرقام القياسية التي حققها المجمع على مدى عشرات السنين، حيث تعتبر طائرة بيلان 2 الطائرة الوحيدة في العالم التي ما زالت تنتج على مدى أكثر من 60 عاما، فيما حطمت طائرة رسلان العملاقة عشرات الأرقام القياسية لنقل البضائع الثقيلة لمسافات طويلة.